محمد برضو الو، اتفضلي. ازيك يا شيخ حازم؟ الله يسترك، عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ الله ربنا يخليك، يخليك لينا ويطول عمرك كده الله يا رب. يسترك، عامل ايه يا حاج بقول محمد؟ لك الله يخليك الله يكرمك. بقول لك انا حفيدي حرجني ديك النار، قال لي الوحي اللي بينزل على الانبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله. كان سيدنا جبريل، فانا اتحركت كده، انا متدينه جدا طبعا سيدنا جبريل ومتعلمه، بس هو سيدنا جبريل صح ولا سيدنا محمد ولا في وحي تاني؟ واحدة واحدة بس، هو سيدنا جبريل كان ينزل للأنبياء جميعا بس ما كانش يشوفوه زي سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. هجاوبك حاضر، يعني اجابتي صح يعني الحمد لله رب هقول لك العالمين. دلوقتي حاضر. طب بقول لك في سؤال تاني معلش، اتفضلي. دلوقتي بالنسبه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، عليه بالنسبه الصلاة. انا بقرا القران للاحياء، الاموات والاحياء، هل هيروح ان شاء الله باذن الله؟ حاضر. انا بقول اجمل هديه يا رب ديت بتاعتك، آية الكرسي، آية سورة ياسين لفلان وفلان واحفادي واولادي، فالنبي يا رب دي هدية جميلة وعظيمة حاضر معاهم حاضر، احسن حسناتهم، انا عاوز يعني هل ما حاضر، صلى على سيدنا النبي. عليه الصلاة والسلام. وهل حاضر. مثلا الدكتور، يا دكتور يا شيخ حازم، هل مثلا الصدقات اللي بنطلعها دي بإذن الله بأمر الله يعني تمحي السيئات حتى لو كانت حاضر سيئات جامدة وكده؟ حاضر حاضر. أم محمد بتقول يا مولانا هل الوحي سيدنا جبريل نزل على جميع الأنبياء؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى، سيدنا جبريل هو سفير، السفير من الله سبحانه وتعالى لجميع الأنبياء، لكن العلماء اختلفوا هل الوحي لأم موسى هل هو سيدنا جبريل ولا ملك آخر، زي ما ربنا قال لك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، إنما لجميع الأنبياء هو سيدنا جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو سيدنا جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، علمه شديد القوة، إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم، فسيدنا جبريل لجميع الأنبياء يا أم محمد. أما الواحد زي أم موسى والنحل وغير ذلك من هذه الأمور، ده اختلف العلماء فيه، هل هو كان سيدنا جبريل ولا هو الوحي وإلهام في خفاء من الناحية اللغوية، يعني لما تقول الوحي هو إيه؟ هو إلهام في خفاء. تلاقي بعض ربنا بيلهم زي واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه واوحى ربك الى النحل الى غير ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. فاجابتك صحيحه ان شاء الله. بتقول يا مولانا السؤال الثاني هل قراءه القران يصل للاموات؟ نعم يصل، كل عمل يوهب للميت يصل يقينا بغير خلاف، الصلاه الدعاء يصل وقراءه القران تصل والصدقه تصل والصوم يصل والحج يصل، كل ذلك يصل لعموم الادله الواردة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله هو إنما عمل غيره يصل، انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، أو رجل سمع في أخرجه أبو نعيم أن رجلا كان يعني يفترش في الأرض فسمع صوتا يخرج منه سورة الملك، سمع سورة الملك، فذهب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها المنجية، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة. وجاء رجل إلى سيدنا رسول الله أخرجه مسلم فقال إن أبي نذر أن يصوم ومات قبل أن يصوم، أصوم عنه؟ قال إنه نعم. وجاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله قالت يا رسول الله إن أمي ماتت قبل أن تصوم ونذرت أن تصوم أصوم عنها؟ قال لها نعم. وجاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أبي مات قبل أن يحج أفأحج عنه؟ قال له نعم. إذن الحج يصل والصوم كل ذلك يصل، وكلمنا في الكلام ده كتير مرارا وتكرارا، كل ذلك يصل والله تعالى أعلى وأعلى.